السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم، العواشر مبروكه. كان ببالي واحد الموضوع في شكال وشفت واحد المنظر دابا، عاد والله ما عجبني اخوتي، زعما الصراحه هاد الله هي هادي. وعاد حنا في هذا الشهر المبارك، اش غادي نقول لكم اخوتي، والله ما قدرت نعبر كيفاش على هاد المنظر. المهم واحد الطائفه ديال البنات جايين يبحروا ديك الشارع، يعني ما كيحشموش يا اخي، وقالعين عليهم قالعين مره ما كاينش هذيك البيكيني وكذا، والشرطه اذا واللحام كامله كذبان وكذا، وحنا صايمين زعما. ايوا دابا كيفاش زعما، كيفاش وكان دابا حنايا محرم علينا ندوزو من الكورنيش فهاد الساعات، والناس ملهوطه على البحر صاحبي، راه باقي يومين صاحبي، وراه ما عندك وبنادم ماشي، وقالعين عليهم هيدا بشي خمسة فيهم وكذا، وبنادم عليهم وما كتحشموش وكذا، وغادي ولا الدنيا هانية اللي كدها لاكريم اللي كتعوض الشعار. المهم اش غادي نقول لك، هذا ماشي هذا هو الموضوع اللي كان عندي. المهم كل واحد يتعلق من العرقوب ديالو، الانسان ما كيحترم شي ويحسر. دابا هادو ماشي قصيرات ولا كذا، راه باين عليهم بنات نات كبيرات وكدا ونضجات وهادي، ولكن شنش دعمت نعطى الله هو هذا، ما بقدروش يصبروا، باقي يومين ورا ما عندك فهمت. الموضوع اللي بغيت نتكلم فيه اخوتي هو واحد الطائفة عندنا كتكون في جميع الديور فهمتي، وهي ديك البنات المساكين اللي كيكونوا باقيين ما تزوجوش فهمت. وشوف الخاوة، ديك البنت هذيك راه تقدر تكون محتاجة بزاف ديال المسائل، وراه ما تقدرش تحشم تقول للوالدة ولا للوالد، واخا يكون الوالد ديالك مسك على الله ولا كذا، كاين شي مسائل ولا كذا فهمت، البنت كتحتفظ بهم من نفسها فهمت، ما تقدرش تمشي عند با ولا ما عطيني شريك هذا ولا عطيني شريك هذا. ولهذا النداء ديالي لجميع الشباب، اي واحد عنده شي ختو ولا شي حاجه يدبر عليها في هاد العواشر فهمتي، داكشي بيني وبينها فهمتي، بلا ما يقول با ولا نيما فهمتي، داكشي بري تعطي ختو اللي كتب الله على مقدار، حتى هي مسكينه كتحتاج اخي فهمتي، راه فهمتي حنا عارفين شني كاين وعارفين كذا، ولو انني ما عندي شي ختي وكذا، وانما الخبره ديالي في المجتمع وكذا كنعرف بان البنات اللي ماشي مجوجات وكذا تحتاجوا شي مسائل. كنهضر على العفيفات، كنهضرش على خلي، راه كاين اللي كتمشي عاود بلا ما نقول لك عطيتيها ولا ما عطيتيها شي، راه عندها صاحبه عندها، حنا كنهضروا على العفيفات. وفي نفس الوقت ما كتخليش ديك، ما تخليلهاش الفرصه فهمتي، مثلا اللي كتدبر عليها وكذا وهادي، ما كتخليلهاش الفرصه مثلا يجي شي واحد يضحك عليها، كتقول لي انا كتبقى مغبونه، كتقول اه دابا انا حتى واحد ما عطاني كذا، يقدر يجي شي واحد يضحك عليها ولا شي حاجه فهمت. فهمتينا كتعرف في هذا الوقت هذا ما كاين لا صداقه لا حب لهم يحزنوا، كاين باب الدار فهمتي، بنادم كيجي للدار ديرك. اي زعما هذه نصيحه لاي بنت، اي واحد اختي جانا عندي قال لك انا كنبغيك وكذا وهاد، وقلتي له اجي للدار كما انت نهايدا، وبدا كيدخل يخرج في الهضره، عفوا راه ما عنده غرض بك، راه عنده الغرض الجسد ديالك، ولهذا غادي ديرها بال ديالك. المهم اخوتي اللي عنده شي ختو، اللي عنده شي عائله دعمه وما عندها شي خواته، اللي المهم عملوا الخير اخي في هاد العواشر، ليله 26 هي قربت ما عرفناهاش اش من نار، وتقدر تكون دازت لأنها كتحسن من 21 وانت ماشي حتى 29، 21 23 25 27 29 اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما كان اخوتي، انسان يعمل على شيء فهمتي، يقول لك عمل علاش تلقى، راه حنا ملي كنعسو على المخده ما كنعرفش راسك واش تصبح ولا ما تصبحش، اي شي بعدين راه كلاهم الدنيا فهمت، قال له عقله دايم فيها. انت سيدي راه ما كاين لا دايم ولا دوام لله،
ايوا واش نقول لكم اخوتي، واش راكم مبروكا صوموا تعاودوا. واللي مريض الله يشافه، لا عنده شي مسجون الله يطلق سراحه في هاد العواشر. منهم واحد الاخ ديالي اللي عنده شي حاجه، اذا شي دين عليه ولا شي حاجه الله يجعل لي يجيب لي يفرج عليه. وهذا ما كان اخوتي، القلب بياض وكنتمناو الخير من اي واحد. والحمد لله والشكر لله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.